السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى لو سمحت، عندي مبلغ من المال ومسلفاه لأخي ليا، وبعدين المبلغ ده يحق عليه الزكاة. أنا نظرت في نفسي إن المبلغ ده أنا هنطلعه صدقة جارية على روحي، هل يجوز عليه الزكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فامرأة نذرت أن تخرج مبلغا من المال صدقة جارية، هل هذا فيه زكاة؟ أقول إذا كان المال لم يزل بحوزتها عليه زكاة، إلا إذا خرج من حوزتها للمصرف الذي نذرته، فإذا خرج من حوزتها ومن تصرفها للمصرف الذي نذرته لا بأس، تسقط الزكاة حينئذ. أخشى لأنها قد ترجع في نذرها، لكن إذا خصصت، إذا جنبت المال جانبا وقالت هذا صدقة جارية، فحينئذ تسقط الزكاة عنه، والله أعلم.